لا، هذا نداء العقيدة من خدامكم، وأشهد أنكم ترون مقامي وتسمعون كلامي وتردون سلامي. خافقين حسين بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين نداء العقيدة في الخافقين حسين إله السماء اصطفى على العرش خط اسمه واجتبى حسين على الشمس يعلو ضياء ومن خاتم الأنبياء خطايا دوحة المجد والعارفين وخامس أهل العبا الطاغرين لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسين نداء العقيدة في الخافقين صلاة عليك وألف سلام فأنت امتداد لخير الأنام وأنت الشهيد وأنت الإمام وفيض دمائك يجلو الظلام يا نفحة الروح والياسمين ويا جذوة العزم والثائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسين نداء العقيدة في الخافقين حسين حبى الله من قد حباك
وطوبى لمن نال حقا رضاك. فنحن اهتدينا بفيض دماك، ونحن اتبعنا بأمر خطاك. أيا فخر فطرس والمؤمنين، سنبقى نباهي بك العالمين. وهذا صدى الخادم الأوفياء، أطلت به للملا كربلا، وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين، نداء العقيدة في الخافقين. حسين 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 حسين. بس نظرتك كافية، عافية ابن صعافية يا حسين. بس نظرتك كافية، عافية ابن صعافية. ذول خدامك اجوك يا ابو حجاية الدافية، يا ابو حجاية الدافية. إلهنا تقبل منا هذا القليل القليل بأحسن قبول يا الله. اقضي لنا حوائجنا يا الله، اشفي لنا مرضانا يا الله. اللهم بالحسين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح خدمة الحسين عامة. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.